السلام عليكم. وعليكم السلام، أموري يا فندم. حضرتك الدكتور جمال مش كده؟ اتفضلي. أنا أم نور عبد الله، طالب عند حضرتك هنا في الجامعة. ماله هنا؟ يعني هو ابني كان هيعيد السنة، فلو ينفع يعني تديله فرصة. هو نور اللي طلب يأجل مشروعه للسنة الجاية. أيوه عارفة، اكمنه ضيع فلوس الجامعة ومعرفش يعني يجي يقولي. إلهي ربنا يكرمك ويسعدك ويناولك اللي في بالك. وحضرتك الكلام ده متأخر جدا، ويمكن زمايله ابتدوا المشاريع وما يلحقهمش. أيوه يعني زي ما قلت لحضرتك في الأول، لو ينفع يعني تديله فرصة يبقى كتر ألف خيرك، ربنا يساعدك ويكرمك ويناولك اللي في بالك. قادر يا كريم؟ صدقيني هحاول. حاضر. لا هتعمل. نعم. لا والله ما أقصدش، أنا أقصد يعني إن أنا ممكن أموت نفسي لو ابني عاد السنة. هحاول. حاضر. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. ربنا يكرمك ويساعدك. اتفضلي يا فندم، عندنا شغل. اتفضلي يا فندم، اتفضلي عندنا شغل. عشان تبي تتجوزي براحتك. حاضر حاضر، مالك يا اللي بتخبط؟ اصبر، وقاعدين على الباب. ازيك يا ماما؟ نور موجود؟ اه موجود بس نايم. طيب معلش لازم ادخل له، في حاجه ضروري. طيب يا ابني ادخل له اوضته صحيه. نور يا نور يا نور، اصحى بسرعه. نور انت بتعمل ايه؟ انا معلم. اصحى بس وفوق كده. في ايه؟ في مصيبه يا نور. مصيبه؟ مصيبه؟ الفيديو ده جالك ازاي؟ رقم غريب بعته لكذا حد. يا ابن الكلب. استنى، انت رايح فين؟ يا نور يا نور نور يا نور نور، انت رايح فين يا نور؟ يا نور انت رايح فين يا نور؟ نور انت بتعمل ايه؟ اوعى بروح. اوعى. لا طبعا، انت اتجننت، انت كده بتودي نفسك في داهيه. وفي يا ولاد؟ يا لهوي، مسك السكينه هتعمل بيها ايه يا نور؟ اهدى اهدى يا صاحبي. انت لو مكاني هتهدى. يا واد ما انت وجعت قلبي. جوز بنتك فضحها وبعت فيديوهات لكل الناس. فيديوهات ايه دي؟ في الحمام وفي اوضه النوم. مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي.